حضرتك يعني حابين نعرف ابرز المحتويات اللي اشتملتها هذه المساعدات. طبعا الاولويه القصوى اللي احنا يعني بنشوفها وبيحتاجينها اهلنا في غزه هي المستلزمات الطبيه الخاصه بالمستشفيات اللي للاسف الشديد يعني اغلب المستشفيات في قطاع غزه خارج الخدمه الان. لو حابين من حضرتك تقول لنا ايه هي الاولويات الخاصه بادخال هذه المساعدات. هو اغلب او يعني بالتواصل مع الهلال الاحمر الفلسطيني مع الهلال الاحمر المصري كان الطلب الاساسي على الادويه والمستلزمات الطبيه في الاساس يعني. يعني هو المشكله طبعا بتعاني المستشفيات قطاع غزه وغياب ونقص المستلزمات الطبيه والادويه، فكان اول طلب هو ادخال الادويه. فكان ال 20 شاحنه اللي دخلوا في الاول كانت عباره عن ادويه ومستلزمات طبيه، وامبارح الحمد لله تم بمختلف اشكالها يا فندم. يعني برضو عشان نوضح الصوره اكتر، المستلزمات الطبيه دي شملت ايه؟ يعني لان ايه اللي ناقص تحديدا في الجانب الفلسطيني او الهلال الاحمر الفلسطيني طلبه يبقى متوفر وموجود؟ هو يعني انا مش حافظ معظم الادويه بس اسماء الادويه، بس هي ادويه خاصه بالمسكنات وادويه ايقاف النزيف وادويه المحاليل سواء كانت رينجر او المحاليل السكريه وما الى ذلك. يعني هو ده المقصود بكلمة الأدوية. يعني معروف إن القطاع الطبي بيتداعى. اتفضل. برضو كان بالإضافة لكده حليب الأطفال وحاجات خاصة بالستات الحوامل وما إلى ذلك، برضو تم كله إدخال في القافلة الأولى، والقافلة الثانية أيضا شملت ذلك بالإضافة إلى بعض يعني تم إضافة مواد غذائية للقافلة الثانية اللي تم تسكينها.